الفيديو سويه ونرجع لكم مره ثانيه. قدامكم باع صحراء، سيارته خايسه مكسره، خبز ما يشبع عنده، راتب مال عاطلين عند العمل، نسيبه جاب قوه 50 همر وكله صواريخ هدمه وبيته، الضرب مستمر عليه من الثنتين الظهر لا مال الليل، الا قتلوهم يلا عافوهم، وتالي ما تالي يبثونها يقولون هو قتل عياله، يريد يطلع من دمها، يريد يطلع دمهم ما يروح حدر دمهم، ليش هيك ليش؟ والله حشى، والله حشى عليه، يحب عائلته، والله يحب ولده ويحب بنياته هنا ويحب الشهداء. من عدد الشهداء قتلوا ايش قد؟ 20 واحد، 20 واحد شهداء، 20 واحد منهم طفل عمره 15 يوم. والله وعنده بنيات وعنده 10 زلم، هم كلهم صغار الاطفال، هو اطفاله ولده كلها 10 زلم، تقبلوا العمي؟ وين احنا؟ صوته خلي يصل للكاظمي، خلي يصل صوته للكاظمي. ليش هيك ليش؟ ليش هيك يسوون هاي؟ احنا وين عايشين؟ وين احنا عايشين؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مثل ما شفتوا هذه الامرأة تتكلم عن الحادثة اللي هي قامت بمنطقة جبلة اللي هي تابعة للحلة. والله ما أعرف شو أحكي منين أبدي. مشكلة يعني، إحنا عندنا الدولة خيمة، الدولة هي اللي تحمينا، إذا هو أبناء الدولة مجرد شدالة نجمة، ما أدري نجمتين، حالة حال الكلك، وأصبح يحكم، يتهم الناس بإرهاب، يتهم الناس بياعة مخدرات، بهذا هو بيته بلوك، تشوف البيت بيت بلوك، الله وكيلك ملزقنا ما يطينه، وانت تتهمه تاجر مال مخدرات. لو تاجر مال مخدرات شو صار بي مثلك، فلوس عنده مثلك، تجار المخدرات انت ما تقدر تقرب لهم ولا تقدر تعرج وتحكي على اي واحد من عندهم، لان بين قوسين يشقون حلقك، ما تقدر تحكي. تجار المخدرات كلهم ربعكم، لكن انت ابن الدولة، ابن الدولة تجيني فاسد، يعني مجرد انه اختلاف وياك بسيط، انت شنو طلع قوة وطلع ربعك وكذا، وتسوونها قضية مكيدية وتقتلون اكثر من 20 نفر. بعد احنا بعد عليهم نبكي على الحسين سلام الله عليه، ونقول لعنة الله على يزيد ومعاوية وعبيد الله بن زياد، لا لعنة الله عليكم، لعنة الله عليكم وعلى آلكم. مو بهيج الصيغة عمي، اللي عده نجمة ويحكم خليه يحكم بالعدل، خليه هو يشرف النجمة، مو النجمة تشرفه عمي. يعني انتم شنو اولاد شارع اللي لبستوا نجمات بحيث انهم تصرفون بهذا التصرف؟ ولا انت ضابط؟ هسه احنا مو كل الضباط نذب اللوم عليهم، لا لا نذب اللوم على هذا. انت لما قتلت لك 20 نفر ومطلع قوه وخابص نفسك وقتلت هاي الوادم وهو بيت بلوك، تتهمون انتم تجار مال مخدرات على خلاف بسيط انت وياهم سويت هاي الفره، الله يسعد قلبك الفقير. المهم احنا نريد دولتنا تكون حقيقه انه عندها انضباط، يكون عنده حس مخابراتي امن حقيقي، مو انا اكره واروح اوصل حكايه بحيث انه يطبون على بيت فلان وينتهكون حرمه وكذا ويسلبون امواله ويحرقون، لا لا، بحيث انه مثل هذا اعدمه حسب الجرم اللي هو اجرمه، هذا اعدمه حرق حرق، اخلي تاير براسه وتاير برجلي، هاي اخلي رئاسه الوزراء تسمع والوزراء يسمعون والحكومه العراقيه، اخذوا حق المساكين. يعني انتم شنو الى متى انه تبقون ضعاف؟ الى متى تبقى انه الاحزاب مسيطره عليكم؟ يعني الشخص قام بهاي الجريمه، لا والله اجرم بي، اجرم بي، انتم دوله يعني الشعب بعد المن يتنوع؟ المن يباوع المن؟ الى متى؟ اصبح اليوم اصبح هذا الشخص انه يعني الصفر، يعني صفرت العائله كامله، بطاقه تموينها صفرت، ما ظل بها شعب يعني صفرتوه. مثلا شو نقول؟ انه لانه سني مثلا، ما عندنا هاي سالفه الشيعه. ولا انتم تمثلون حتى الشيعه اللي انتم قتلتوه. بس انتم اي واحد ما يعجبكم او اي واحد انتم باحزابكم وبربحكم يعني بقضاياكم ما يعجبكم الصفون الماء علي، واللي يعجبكم ومن ربحكم لا خليه يفعل ما لا يفعله الشيطان انتم معه. شنو طفل عمره 15 يوم كاتلينه؟ شنو هالكلام هذا؟ احنا وين